فوق صخرة صغيرة بجبل يشكر بمنطقة قلعة الكبش حالياً، وبأكتر من 1000 عام بني أكبر مساجد مصر التاريخية على يد أمهر المعماريين. بناء بيتميز بأنه مقاوم للنيران والمياه الفيضان، عشان بيكون أول مساجد مصر المعلقة وثالث مسجد في العاصمة. نحن الآن بين جدران مسجد ابن طولون، مؤسس الدولة الطولونية البدر المكتمل. مسجد ابن طولون أو المسجد الطولوني أحد أشهر المساجد الأثرية بالقاهرة. أمر ببنائه أحمد ابن طولون سنة 263 هجرية بمدينته الجديدة القطائع اللي اتخذها مقراً للحكم، وتم الانتهاء من بنائه عام 879 ميلادية. سبب بناء هذا الجامع هو ان كان في تقليد عند المسلمين حينما تبنى مدينه جديده فلابد ان يكون لهذه المدينه مسجد جامع جديد، فبني جامع احمد ابن طولون لكي يكون هو المسجد الجامع لمدينه القطائع التي اسسها ابو العباس احمد ابن طولون. قيل ان ابن طولون طلب من مستشاريه إن هو يريد أن يبني مسجداً إن احترقت مصر لم يحترق وإن غرقت لم يغرق، فأشاروا عليه أن يبنى الجامع فوق هذا الجبل المسمى بجبل يشكر حتى يكون في مأمن من الفيضانات، وأشاروا عليه أيضاً باستعمال الدعامات لأن الرخام لا صبر له على النار، فالبناء بالأجر بيكون يعني يستطيع أن يصمد أمام الحرائق. أحمد بن طولون هو مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام. الأمير أبو العباس أحمد بن طولون منشئ هذا الجامع، ولد في الأصل في مدينة بغداد لكنه تربى في مدينة سمراء. استطاع ابن طولون أن يؤسس الدولة الطولونية بداية من سنة 254، وظلت هذه الدولة تحكم لمدة 38 سنة حتى سنة 292 هجرية. كان لنشأة ابن طولون في العراق أثر كبير في نقل الأساليب المعمارية العراقية لمصر، واللي بتطغى على التخطيط المعماري والتصميم والزخارف الخاصة بالمسجد. المسجد مكون من مداخل متعددة من جهاته الأربعة أمام كل باب من أبوابه، كما يوجد باب صغير فتح في جدار القبلة. كبر حجم المسجد أدى أن يبقى فيه العديد من الأبواب، والأبواب دي تسهيلاً على الرائدين للسوق أو أن هم السكان المنطقة لسهولة الدخول والوصول، لأن طبعاً مساحته ضخمة جداً. يحتوي المسجد على 128 شباك محاط من كل جهاته بزخارف هندسية متنوعة الأشكال. الشبابيك دي بتتميز بزخارف هندسية قصية، الزخارف دي قمة في الروعة والدقة، بتسمح بدخول التهوية والنور، وده الغرض الرئيسي من الشبابيك اللي بتبقى موجودة في الواجهات الخارجية، مع وجود الصحن بيعمل تيار هواء. العقود والنوافذ المطلة على صحن الجامع مليئة بزخارف هندسية ونباتية، وتقع النافورة المخصصة للوضوء في منتصف صحن الجامع، وتعلوها قبة مرتكزة على أعمدة رخامية. الأجر فطبعاً كانت أحجامها كبيرة علشان تقدر تشيل الأقبية اللي أو الأحمال اللي جاية لها من الأقبية، وطبعاً من مهارته إن هو خلق فراغ فوق الدعامات دي لتخفيف الأحمال واستغلها في الإضاءة والتهوية. عنصر المضاءة هنا دي تالت مضاءة تم تنفيذها، لأن أول مضاءة كالعادة كانت بتبقى من الخشب، والخشب عنصر ضعيف مع الوقت اتحرقت، وبعد كده تم إعادة بنائها مرة أخرى، ودي كانت تالت مرة تم بنائها من الحجر. يحيط بالصحن 4 أروقة أكبرها رواق القبلة، ويشتمل على 5 صفوف من العقود المدببة المحمولة،
ويغطي الأروقة الأربعة سقف من الخشب حديث الصنع مكتوب عليه من صور القرآن الكريم بالخط الكوفي. بيتميز المسجد بالصحن الواسع اللي هو تقريبا طوله 92 متر كل ضلع. الصحن كان دايما في العمارة الإسلامية بيتميزوا ان هم بيبقوا حريصين على شكل خط السماء، وده اللي بيميزوا ان في عرايس موجودة ليها شكل مميز جدا. المنبر يعتبر من أقدم منابر مساجد القاهرة، فيعتبر من حيث القدم ثالث المنابر القائمة بمصر. بداخل الجامع يوجد 6 محاريب. ويتميز المحراب الرئيسي للمسجد بأنه مجوف وله زخارف غاية في الروعة. المحراب المجوف له 3 أهداف. الهدف الأول إنه هو بيضخم صوت الإمام. الهدف الأساسي إنه هو بيحدد اتجاه القبلة. والهدف الثالث إنه هو بيوفر صف للمصلين علشان الإمام ما يقتطعش صف لوحده، فبيصلي في داخل التجويف بتاع المحراب، فبالتالي بيوفر صف للمصلين. تنفرد مئذنة المسجد بطراز معماري فريد من نوعه، لها سلالم دائرية وبترتفع عن سطح الأرض بـ40 متر عشان تكون ملهاش مثيل في كل المآذن المصرية. أكتر ما يميز المسجد المأذنة المتميزة المتفردة الوحيدة الموجودة في العاصمة الإسلامية في مصر، وهي مكونة من 4 حطات. الحطة الأولانية مربعة، الثانية دائرية وفيها السلم الحلزوني الخارجي، ودي المأذنة الوحيدة اللي فيها سلم حلزوني خارجي. الحطة الثالثة عبارة عن شكل متمن، وبعدين الحطة الرابعة هي الخوزة اللي بتقفل المأذنة وهي على شكل المبخرة. في عهد الأيوبيين أصبح المسجد جامعة تدرس فيها المذاهب الفقهية الأربعة وكذلك الحديث والطب إلى جانب تعليم الأيتام. المسجد الطولوني في القرن 12 هجرية تحول إلى مصنع للأحزمة الصوفية، وفي منتصف القرن 18 استعمل كملجأ للعجزة والفقراء، وشهد محاولات كثيرة للترميم كانت بدايتها في العصر المملوكي مرورا بعهد الملك فاروق وصولا إلى وزارة الثقافة عشان يكون من أكبر المباني المصرية المحتفظة بحالتها المعمارية حتى الآن.